يقول انه تم الاعتداء على سيده مصريه، انما اللي حصل هنا انه في منشيه ناصر ايضا دخلوا على سيده مسيحيه في محاوله لذبحها امام اسرتها. هنا هتلاقوا عند الناس الخوف الطائفي، وكانوا خايفين حتى ان احنا نعرض التقرير، لكن خلاص اكدوا لهم انه الجاني اللي فعل ذلك مختل عقليا، وهم يعني ايضا يثيروا علامات استفهام حول المختل عقليا. لكن في كل الاحوال لازم نضع كل الاحتمالات، حتى لو احد المتحدثين قال هو اشمعنى المختل عقليا يصيب المسيحيين بس، لا يعني واصاب ايضا مسلمين، لكن من حق الناس انها تضع هذا الاحتمال انه في وجه طائفي في هذه الحوادث. نشوف ايضا ده بقى دخل على بيتها محاولة ذبح سيدة مسيحية في منشية ناصر، ودي واقعة يعني منذ أيام، والأسرة خوفا قالوا مش عايزين نعرض التقرير، وبعد كده طلبوا عرضه على اعتبار أنه قالوا لهم أن اللي ارتكب هذه الواقعة مختل عقليا. في ظروف غامضة قام شاب باقتحام منزل سيدة مسيحية والهجوم عليها في محاولة لذبحها أمام أعين ابنتيها، الأمر الذي أثار ذعر أهالي المنطقة وتخوفهم من أن يكون الاعتداء على الأسرة محاولة لإشعال فتنة طائفية. تليفون الحق مراتك، واحد دخل عليها وذبحها. سليم طبعا الأعصاب كلها انصارت، وأنا سايق سليم أعصابي كلها باظت. سادات رحت رميت العربيه لزميلي وخدت بعض ورحت جاي على جري، ويا دوبك وصلت لقيت اخو المدام بيقول لي الحقنا تعالى اوام، قلت له انا جاي وفي الطريق اهو، ورحت جاي على ايه، قلت له انت فين؟ قال لي انا في المستشفى. دخلت المستشفى لقيت مراتي بصراحه في حاله، قالت لي انا بموت، ولا ايه اللي حصل؟ قالت لي واحد دخل علينا ومسك رقبتي وذبحني سليم، وعورني في دراعي وعورني في رجليا برضه انا هوت بس ما قلناش اي علاقه بيه ولا اي حاجه. انا اللي سمعته والله كده، هو بيقول لك خارج من الجامعه ما اعرفش بقى، رجع على البيت ده على طول وخبط ورزع سليم لحد ما فتحت له بنتي. بقول مين مش عايز يرد، رحت فتحت الباب راح زقنا على الحيطه، بقول له عايز حضرتك هطلع لماما، راح مسك شعرك اعمل لها كده اهو، كان هيبقى حلها كده. عشان كده انا بصراحه خايفين نقعد في البيت ده، احنا الوحيدين اللي في الشارع كله مسيحيين. احنا دلوقتي احنا خايفين من وضع تاني، الراجل دوت لو مزقوق ما نضمنش مين اللي وراه، ممكن يقتل لنا عياله زي كده، ممكن يخطف لنا اي حد، احنا مش ضامنين. احنا دلوقتي بقت حياتنا كلها رعب. انا بقالي من ساعه الموضوع دوت ومن ساعه الحادثه ديت قاعد في البيت. انا بشتغل ب 30 جنيه في اليوم. يومي بيتخصم لي ب 100 جنيه. انا ولا لا اكل ولا لا اكل عيالي. الوضع دوت احنا بقينا خايفين نقعد في المكان اصلا. انا سمعت ان هو مختل عقليا مش مجنون، بس المجنون هيسيب سبع بيوت ويجي يخبط على الباب ده؟ امتى هنلاقي واحد عاقل بقى بيضرب في المسيحيين؟ احنا على طول على كده في كل واقعه في كل منطقه في البلد. احنا ما بنتكلمش على اهل الشارع عشان ما حدش يفهمنا غلط، لكن اهل الشارع كلهم كويسين ووقفوا معانا كتير. كل ده خوفي سلام امام كده قف على بنتين وبنتي مريم ازاي؟ هي كانت معايا ما تروحش معايا. حضرتك انا كنت معاها في البيت، دي سلفتي، انا كنت موجوده ونزلت اجيب طلبات، انا شايفاه هو ماشي جنبي بس ما تخيلتش ان هو يخش البيت عندنا، لان احنا في طريق جنب البيت بيودي على منطقه تانية، فانا افتكرت ان هو نازل على تحت، فنزلت اجيب الطلبات ورجعت لقيت الموضوع كله حصل. احنا طول عمرنا ما يعني مالناش اختلاط ببعضينا، يعني كلمه صباح الخير صباح النور ما بنقولهاش لبعضينا اصلا، اللي نعرفه ان ده ساكن هنا ده فلان، ايوه ساكن هنا، احنا ناس ساكنين هنا بعدينا بكام بيت وخلاص، ادي كل الموضوع يعني. بقاله بتاع شهرين بيناكش الناس، يكلم نفسه، دخل خنق واحد زميله في المسجد، ضرب واحد وهو قاعد على القهوه، فيعني ضرب اخوه، ضرب مراته ومراته واقفه على الطلاق. ما عندناش حاجه اسمها مسلم ومسيحي، احنا عندنا كلنا مصريين، كلنا ايد واحده، كلنا جيران ملتحمين مع بعض، يعني مش عايز اقول لك مدى الحياه. انا بقول لك يمكن الناس اللي في الشارع دي حضرتك، الناس اللي موجوده عندهم دول اخواتنا. انا اخو المتهم، اخويا مش متهم، اخويا مريض عقليا، دوني جواب اروح بيه المستشفى، قالوا لي احنا النهارده اجازه ما اقدرش امضي لك على اي ورق،
جبت اخويا وطلعت على المستشفى اللي هو بيكشف فيها. اخوك كمريض نفسي ليه يبقى في الشارع؟ ليه في الشارع؟ لانه هو مش مريض مش لدرجة الجنون اللي هو ان احنا نخاف على الناس منه. هو بيتصور حاجات بعد سواعي وبعد سواعي تلاقيه عاقل. يا ريته كان دخل على واحدة فينا كانت تبقى اهون. انا كل شوية بطلع اطمن عليها، كل شوية بطلع اقولها يا اختي عاملة ايه. ما هم مش لا هم اذونا في حاجة ولا احنا عمرنا اذيناهم في اي حاجة اصلا.